بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنكمل المحاضرة السابعة مادة تطبيقات حاسب للفرقة التانية. بداية دي الكونتاكت بتاعتي، اللي عاوز عنده مشكلة في فهم أي حاجة من المحاضرات المرفوعة سواء الموجودة أو السابقة، ده موبايلي وده الإيميل بتاعي، يبعت لي. وبرضه لو في حد عنده أي برامج واقفة قدامه أو مش عارف يفهم فيها حاجة أو في حاجات يعني محتاجة توضيح، فياريت تتواصل معايا على الواتساب، على التليفون، او باي ايميل من الايميلات اللي موجوده قدامكم. ان شاء الله المحاضره دي هنتكلم فيها عن الدوال. احنا كنا اتكلمنا عن المحاضره اللي فاتت عن السب بروجرامز، هنبدا النهارده نتكلم عن الفانكشنز، ازاي نتعامل مع الدوال اليوزر ديفاين فانكشن. احنا قلنا في نوعين اتنين من الدوال، هي اليو دي اف اليوزر ديفاين فانكشنز، او الدوال اللي بنشتغل عن طريق اليوزر، ودي اللي هنتكلم عنها النهارده، او البيلت ان فانكشنز او الدوال الجاهزه الموجوده في اللايبراري بتاع كيو بيزك، ودي خدنا عنها فكره المحاضره اللي فاتت سواء نيوميريك او سترينج فانكشنز. ده مثال بسيط تطبيقي على الدوال اللي احنا خدناها المحاضره اللي فاتت، اللي هي البيلت ان فانكشن موجوده طبعا اللي جاي بعد اهوت. برضو اللي عاوز يعني يختبر ذاكرته في الحاجات او في البرامج اللي كنا بنديها اختبار اثناء المحاضره. تعالى كده نشوف ازاي بنتعامل مع الفانكشن. We write a function to calculate the volume of a cone with diameter and height as inputs. شكل الفانكشن هو مش مختلف كتير، لان السب بروجرام هي اعم طبعا من الفانكشن. فلو انا عاوز اعمل فانكشن عشان تحسب لي الحجم بتاع كون او بتاع مخروط، فبقول input diameter and height. في الفانكشن اول ما اقول volume equal كون ما بين قوسين، ده معناها ان بدي هنت كده للكيو بيزك ان دي فانكشن. فاول ما اكتب فوليوم ايكوال كون ما بين قوسين دامتر او ايا كان المتغيرات الموجوده اللي هي دامتر وهايت الموجوده على الشمال، فده معناها ان دي فانكشن يبدا يدور عليها، اللي هي السي او ان اي، هيبدا اللي هي موجوده على الشمال دي اللي هي فانكشن كون، سوري، اللي هي موجوده على الميموري الاحمر، فانكشن كون ما بين قوسين دي واتش. طبعا لازم اسم الفانكشن زي ما هو موجود، زي ما هو موجود في السب بروجرام لازم يكون موجود في الفانكشن ستيتمنت. وكمان ان عدد المتغيرات الموجوده ما بين القوسين في الفانكشن موجوده في المين بروجرام هي نفسها نفس عدد المتغيرات ونوعها في الفانكشن اللي عملتها كرييت. زي ما نشوف دلوقتي ازاي نعمل كرييت لفانكشن على الكيو بيزك. فاول ما اقول فوليوم ايكوال كون دايمتر اون هايت، معناها ان ده في فانكشن اوريدي هيبدا هو الكيو بيزك يدور عليها. وبعد كده اقول برنت فوليوم، اول ما اقول فوليوم ايكوال كون ده يبقى في فانكشن، فانكشن لها كون طبعا هياخد الموجود المخزون زي ما خدنا قبل كده جوه الدي اي اي ام اللي هي موجود جوه دايمتر، ويحطه او هو ده بيسموه ترابط المتغيرات دايمتر، يحطه جوه المتغير اللي اسمه دي جوه الفانكشن، لان هو ده ترتيبه الاول بعد الكون. ونفس القصة برضو المتغير اللي اسمه height h e i j h t ده هياخد المخزون جواه او المخزون جواه ويحطه جوه المتغير اللي اسمه h في الفانكشن، ويبدا بعد كده في حساباته r بتساوي دي على 2 ايا كان بقى المطلوب يحسبه، وبعد كده يحسب كون بيساوي 3.14% في r تربيع في h على 3. خلي بالنا من كلمة كون الموجودة ديت بالازرق اللي هي كون equal 3.414 مضروبة في ار تربيع في اتش على 3، وبين كون الموجودة بقى في الفانكشن لازم نفس الكون، لان هو ده المتغير اللي بيحسب ويحط جواه القيم اللي هيرجع بيها للمين بروجرام. فكلمة كون دي اللي اسم الفانكشن هي دي الاسم، اهو ده المتغير اللي هيتم اضافة القيم جواه عشان يرجع بيها للمين بروجرام تاني. عشان تعالى كده زي ما قلنا، لو جينا ده الكلام ده قلناه، المتغير اللي اسمه كون ده هو الموجود جوه الفانكشن، هو ده اللي هيرجع بيه من الفانكشن السب بروجرام، زي ما الكلام مشروح قدامكم ده بالتفصيل. طبعا زي ما قلت لكم احنا بنحاول نختصر عشان بس الفايل ما يبقاش كبير، واقدر نرفعه بسهوله وحضراتكم تقدروا برضه تنزلوه وتسمعوه بسهوله. وطبعا لو في اي توضيح احنا بنحاول على قد ما نقدر نوضحه. فزي ما قلنا الفانكشن كون ديت هي دي المتغير اللي هنحسب ونحطه جواه القيم عشان يرجع بيها من الفانكشن اللي انا عملت له الى تعالى كده نعمل مقارنه بسيطه ما بين السب بروجرام والفانكشنز، والمقارنه دي هاخدها بالتفصيل بعد كده. لنفس البرنامج اللي موجود على اليسار ده باستخدام السب بروجرامز، والموجود على اليمين ده باستخدام الفانكشن، هو الاثنين بيحسبوا نفس الحاجه. بس تعالى نشوف لو بصينا على الشمال ده في السب بروجرام، عشان انا لازم انادي السب بروجرام بكلمه كول،
يعني في اول ما الاقي كلمه كول كون دي و اتش اوف دي و اتش وفي او اس معناها اني ادور على سب بروجرام اسمه كون ويحط المتغيرات زي ما قلنا قبل كده بترتيبهم الدي المخزون جواها هيخش جوا اكس اللي هو سب بروجرام المطلوب الاحمر تحديدا والموجود جوا اتش هيبقى موجود جوه هيتحط جوه واي والموجود جوه في هيتحط جوه زد والموجود جوه اس هتنزل اس زي ما هي بعد كده يجري جميع العمليات الحسابيه بتاعته وبعد كده اول ما الاقي انت سب يبدا يدور على اول سطر بعد كلمه كل اللي هو برنت في او اس. هنا انا رجعت المتغيرات كتيره اللي هي الفي والاس معناها ان انا في السب بروجرام لازم اديب كول بعد كده يرجع باكتر من متغير. الاختلاف بقى في الفانكشنز، الفانكشنز ان انا اول ما اكتب كلمه فوليوم تساوي او ايكوال كون اللي هي موجوده على اليمين دي معناها ان انا هنا بنادي للفانكشن، وطبعا زي ما قلنا ان الفانكشن بترجع بوان فيريبل يعني بحسب متغير واحد باستخدام الفانكشن اللي هو بيتخزن جوه كلمه كون اللي هو اسم الفانكشن او الفانكشن نيم. زي ما واضح قدامكم مكتوب بالازرق ده ان كلمه كون بتساوي 3.14% في ارتر بي ار اتش 3 هي دي كون دي هو ده المتغير اللي الوحيد اللي يتم ايداع القيم اللي انا عاوز ارجع بيها من الفانكشن للنيم. زي ما قلنا الديفرنس اهيت سب بروجرام يقدر ناخد معاه اي عدد من المتغيرات ونرجع بيها طبعا ولازم نديه بالكول ستيتمنت، انما في الفانكشن اونلي وان فاريبل لازم يبقى موجود. ثانيا انا ازاي لازم عشان اديه لازم استخدم الاكسبريشن بتاع احنا قلنا اليوزر ديفاين فانكشن يعني دي بنعملها على حسب رغبتنا على حسب ما انا عاوز الفانكشن دي تعمل لي ايه. وبرضه باكد تاني ان انا برجع امتى لليوزر ديفاين فانكشن لما اكون بس الفانكشن دي هتعمل لي حاجه مش بتتعمل عن طريق البيلت ان او اللايبراري فانكشن اللي شرحناها المحاضره اللي فاتت. ازاي بقى نعمل كرييت للفانكشن؟ ان كرييت فانكشن بنبقى زي ما قلنا في طريقتين يمكن نعمل بيهم كرييت الفانكشن. الطريقه الاولانيه من ايديت زي ما عملنا في نيو بروجرام هتلاقي من كلمه ايديت زي ما موجود نيو سبس هتلاقي برضه نيو فانكشن. فلما اكتب نيو فانكشن هيديني بقى يفتح لي مربع حواري كده عشان خاطر اكتب فيه الفانكشن. اول حاله الثانيه ان انا في اي سطر من سطور البرنامج في المين بروجرام العادي اكتب كلمه فانكشن اللي هي موجوده بالاحمر او موجوده عندكم دي اهي اللي هي دي او اكتب كلمه فانكشن او بعد كده انتر هيظهر لي سكرينه ثانيه سكرين ثانيه اكتب فيها بقى الفانكشن وطبعا نهايه الفانكشن يبقى اند فانكشن. نفس الكلام ما بين الفانكشن سب بروجرام ان اف 2 بيعمل لي سويتشنج ما بين المين بروجرام واي ملحقات بيه سواء فانكشن او سب بروجرام. الرولز اللي احنا المفروض نبقى عارفينها وانا بعمل فانكشن ان انا في الفانكشن بناديها بكول لازم استخدم الاكسبريشن او الستيتمنت بتاعها باختلاف السب لازم استخدم كول سب. برضو من الحاجات المهمه اللي انا ممكن في الفانكشن يعني انا لو عندي مين بروجرام وعملت له ملحق ليه فانكشن عشان يعمل لي حاجه للمين بروجرام ينفع جوه الفانكشن دي اعمل انادي السب بروجرام تاني يعمل لي حاجه تخدم الفانكشن دي، بس ده طبعا بيسموه باد ستراكشر. انما العكس لو انا عندي مين بروجرام وعندي سب بروجرام عملته ملحق بالمين بروجرام ده اقدر اعمل يعني ده اللوجيك بقى ان انا او ده ريكومندد ان انا يبقى عندي مين بروجرام اروح منه على سب بروجرام يحسب لي حاجه وممكن استخدم في السب بروجرام ده فانكشن تعمل لي حاجه ثانيه يبقى مين بعدها سب بعدها فانكشن فده الاكبر في الاصغر في الاصغر. انما الموضوع ان انا يبقى عندي فانكشن واروح نادي منها على سب بروجرام ده بيسموه باد ستراكشر. ده برنامج يا جماعه عشان نحسب بيه الاريا بتاع ريكتانجلر وزي ما قلنا ريد لينس ويث اريا لينس اوف ويث برنت. ده برنامج عشان احسب بيه الاريا بتاع ريكتانجلر. برضو لو عاوز اكريت الفانكشن يبقى انا هعمل زي ما بقول على مين ده ريد لينس بعد كده اي بيساوي ريك اول ما اقول اي ايكوال ريكتانجلر ما بين قوسين لينس ويث ده معناها ان انا هنا بنادي ده الاكسبريشن بتاع الفانكشن اول ما الاقي له كده لازم يروح على فانكشن اسمها ريكتانجلر وياخد كلمه لينس اللي هي الموجوده دي يحطها جوه لينس جوه ال او ياخد المخزون جوه لينس يحط جوه ال والمخزون جوه دبليو برضه يخزنه جوه دبليو ويبدا يحسب بقى حساباته. وكلمه ريك اللي هي ار اي سي تي هي دي المتغير اللي هنخزن جواه ونرجع بيه من الفانكشن اللي تحت دي للمين بروجرام. ده برضه برنامج بسيط عشان نعمل ازاي نكريت فانكشن او نعمل فانكشن تحولي من سيليزيوس لفرنهايتي او العكس حاجات برضه للتدريب
عشان تجربها في البيت على اللاب. من الحاجات المهمة برضو اللي انا عاوز انوه بيها اللي هو الامر بتاع on go to. on go to ده لما بحتاجه امتى؟ لما اكون مثلا عندي كذا خيار عاوز امشيه على حسب قيمة الكي. فلو كي ايكوال 1 معناها ان هو هيروح لاول حاجة بعد go to اللي هو يروح للسطر اللي بدايته 10. لو كي ايكوال 2 معناها انه يروح للسطر اللي بدايته كام؟ اللي بدايته او اللاين نمبر 20. او لو الكي ايكوال 3 هيروح لللاين اللي اللاين بتاعته او اللاين نمبر بتاعه 30 او 30. الامر بتاع الري دي اي ام برضو اللي هو بيعمل ري او ري ديكلير الميموري، معناها ان انا لو انا عندي الري 1 دي اللي هي اكس ديت والسايز بتاعها من 1 ل 9، لو انا عاوز اعمل ريسايزنج ليها معناها ان انا الاري دي كنت فاتحها قبل كده مثلا جيت دي اي ام اكس اوف 5، واضطريت نزلوه جوه البرنامج ان انا عاوز اعمل انلارج، يعني عاوز اكبر السايز بتاع الاري اكس دي، وعاوز بدل ما تبقى السايز بتاعها من 1 تو 5 عاوز السايز بتاعها من 1 تو 9. فهنا الري دي اي ام دي دي ام معناها نعمل ري ديكلير الميموري للمتغير اسمه اكس، بقى السايز بتاعه بدل ما كان من 1 تو 5 بقى السايز بتاعه بقى من 129. من الحاجات برضو اللي انا هبدأ امرنكم عليها دلوقتي، بالاضافة طبعا ان احنا هناخد ان شاء الله على اخر الاسبوع نعمل ارفع لكم حضرة برضو فيها شرح لبعض البرامج الموجودة في الشيت التاني اللي انا اوريدي رفعته على الويب سايت، رفعته لكم الشيت واحد والشيت اتنين عشان نبص عليه ونبدأ نتدرب عليه. هديكم بعض التدريبات النهاردة على البرامج، وبرضو هنكمل ان شاء الله على اخر الاسبوع بعض البرامج من الشيت عشان برضو نبدأ نتدرب ونشوف البرامج دي الافكار اللي فيها ونجمع كل الافكار عشان ان شاء الله تبقى كلها جاهزة معنا. ازاي اعمل program to sum two matrix، اعمل برنامج يجمع لي two matrix، برنامج يطرح لي two matrix to transpose، والبرنامج لو عاوز اعمل بيه multiply two matrix. تعالى كده نعمل برنامج يجمع لي two matrix. لو كان عندي matrix A دي السايز بتاعها 3 في 3 يعني 3 في 3، وماتريكس بي والسايز بتاعها 3 في 3. انا عاوز اعمل ماتريكس سي اللي هي حاصل مجموع A و B. احنا عارفين ان مصفوفة الجمع بتبقى باخد الصف الاول عمود اول واجمعه مع الصف الثاني عمود ثاني وارميه او احطه جوه الصف الاول عمود الاول للماتريكس او مصفوفة الجمع. اول نقرا هو الجزء الاولاني المكتوب الاحمر ده، هو اول حاجه طبعا بعمل دي اي ام اي في 3 و3 وبي في 3 و3 وسي في 3 و3، بعمل ديكلير ان ميموري معناها ان انا بفتح اماكن للذاكره الماتريكس اي وماتريكس بي وماتريكس سي اللي هي الماتريكس اللي احنا او مصفوفة الجمع زي ما بنقول عليه، وده طبعا كله يعني عشان خاطر نظبط او نطلع الشاشه الخارجي بالشكل اللي انتم شايفينه. for i equal to 3 for j equal to 3 read a of i و j، مع ده هقرا المصفوفه الاولانيه print a of i و j عشان اطبعها برضو واطبعها بشكل ماتريكس next j print next j، الجزء ده عشان اقرا المصفوفه الاولانيه. الجزء الثاني اللي هو بالاخضر ده عشان اقرا المصفوفه الثانيه، نفس الكلام اللي عملته المصفوفه الاولانيه اعمله في المصفوفه الثانيه. الجزء اللي هو بالازرق ده ان هو بقى مصفوفة الجمع for i equal 1 to 3 for j equal 1 to 3 c of i و j، لما قلنا ان الصف الاول والعمود الاول موجود في المصفوفة الاولى بنجمعه على الصف الاول العمود الاول في المصفوفة الثانية ونحطه جوه على الصف الاول عمود اول لمصفوفة الجمع، وبعد كده نعمل لها print c of i و j زي ما ظاهر قدام حاجة كده بالشكل ده بالشكل ده قدامكم، المصفوفة ايه مطبوعة مصفوفة b في c. لو انا عاوز اعدل البرنامج ده، التعديل بقى اللي انا بطلبه منك ان انت تجربه ان انا عاوز اطبع الماكسيمم نمبر ان اتش ماتريكس ان اتش لوكيشن، يعني عاوز اطبع اكبر رقم موجود جوه كل مصفوفه واطبع له كمان اللوكيشن بتاعه موجود في انهي صف وانهي عمود. فممكن نعدل التعديل ده على الحته اللي كنا بنعمل فيها جمع المصفوفتين مع بعض اللي انا بكاريت فيها السي اوف اي و جي. فلو جيت اقول 4i equal 1 to 3 4j equal 1 to to C برضو C of I و J equal A of I و J plus A of I و J print C of I و J، وهعمل حاجة اسمها max A. max A اللي هو قدامكم ده، max A ده هعتبره ان ده هو طبعا الديفولت فاليو بتاعته بزيرو، فهتقول هو ده max A اللي هو اقصى او اكبر رقم موجود جوه الماتريكس A، واللوكيشن بتاعه هو R A و C A.
فانا هاخد اول رقم جوه المصفوفه الاولى اللي هي اي اوف اي وجي، لو لقيته اكبر من ماكس اي لو الديفولت بتاعته في زيرو يبقى اوريدي هو اكيد اكبر اي اوف اي جي اكبر من ماكس اي، يبقى ماكس اي بيساوي ايكوال اوف اي وجي، وناخد الصف بتاعه اللي هو الاي والجي بتاعه اللي هو العمود بتاعه جي ونحطه جوه ار اي وسي اي يعني نخزنه، وبعد كده نبدا نجيب الرقم اللي بعديه والرقم اللي بعديه لحد ما امر على كل المصفوفه ايه. طبعا طول ما ار اي بتتغير وجي بتتغير يبقى انا بروح عند كل رقم او كل element موجود جوه ايه سواء المصفوفة ايه او المصفوفة بي او المصفوفة سي، زي ما واضح قدامكم كده ان احنا هنبدأ نعدي على كل رقم ونشوفه، لو لقينا الرقم ده اكبر من ماكس ايه يبقى نجيب الرقم ده نحطه جوه ماكس ايه وناخد الصف بتاعه العمود ار اي وسي اي نحطهم جوه ار اي وسي اي او الاي والجي، نبني المصفوفة بي ونفس الكلام من المصفوفة بي، وبعد كده نطبع اكبر رقم موجود في كل مصفوفة والايكويشن. ده شكل الشاشة الخارجي بعد التعديل، زي ما قلنا اهوت الماتريكس ايه اكبر رقم فيها 8 واللوكيشن بتاعه الصف الثالث العمود الاول اللي هو دي، نفس الكلام برضو الماتريكس بي اكبر رقم فيها 12 زي ما انت قدامكم اهوت، خلاص اكبر رقم فيها 12 وده بيبقى موجود فين بقى في الصف الاول العمود الثالث، بعد كده 19 اللي الماتريكس سي موجودة بعد كده في الصف الاول والعمود العمود الثالث. التعديلات اللي انا قلت لكم عليها موديفايد تو برنت ذا مينيمم نمبر اتش ماتريكس، نفس الكلام اللي فات بس طبعا في اختلاف بسيط من المينيمم والماكسيمم، يا ريت نفكر فيه. مالتيبلاي اوف تو ماتريكس ازاي اعمل ضرب مستقيم، دي هنشوفها دلوقتي حالا. لو عندي ريبيتيشن اوف ذا مينيمم وماكسيمم نمبر، يعني لو عندي رقمين اتنين هم اصغر ارقام جوه الماتريكس او اكبر ارقام بس عندي متكررين مرتين جوه الماتريكس، ازاي اعمل ترانسفوز الماتريكس وازاي اعمل sum of the matrix diagonal، ازاي اعمل summation يعني اجمع الماتريكس diagonal، كل الافكار دي يا ريت نفكر فيها ونجربها. طبعا لو حد عنده مشكله فيها يا ريت نتواصل زي ما قلنا عن طريق طرق التواصل اللي انا وضحت لكم هنكوف اول. ازاي نعمل ماتريكس multiplication، ازاي نعمل ضرب المصفوفين، زي ما انتم عارفين اول حاجه في موضوع الضرب بتاع المصفوفات لازم ابقى عارف ان عدد اعمده الماتريكس ايه، يعني عدد اعمده الماتريكس الاولانيه لازم يساوي عدد صفوف الماتريكس الثانيه، يعني حاجه زي ماثيماتيكال تشيك، يعني لازم اشيك على الموضوع ده الاول هل ده موجود ينفع اضرب مصفوفين ولا لا. فزي ما انت عارف A of N و R مضروبه في P of R و K فيهديني C of N و K، لازم يبقى واخد في تفكير الشكل ده كويس عشان اقدر اكون اللوب بتاع عمليه الضرب المصفوفين. لو انا عندي مصفوفه A بالشكل قدامي 3 في 3 ومصفوفه B بالشكل قدامي ده 3 صفوف 4 اعمده او 3 في 4، فبالتالي عدد اعمده A بتساوي عدد صفوف B، وبالتالي هنا اقدر اعمل مالتيبلاي A. زي ما قلنا لازم ال A كولون ايكوال B روز، ودي يعني ده B اوف I و J واحد واحد مضروبه في B واحد واحد و بالشكل بتاع الفاكتور. ازاي اكريت بقى الكلام ده؟ اول حاجه طبعا هنعمل دي اي ام للبروجرام او سوري للماتريكس A N و R والماتريكس B B R و K والماتريكس C N و K، وطبعا الارقام دي لازم ابقى مدخلها الاول قبل ما اعمل كرييت للدي اي ام. بعد كده بعمل طبعا اللي احنا عارفينه ده ان ازاي اقرا الماتريكس A وبعد كده اخزنها، الجزء الاولاني ده ما هو الا قريت الماتريكس A سوري واطبعها على شاشه تانيه قبل كده. نفس الكلام بعمل ريدو برنت للسكند ماتريكس بي، زي ما عملنا اللي يعني دي بقى المهمه اللي انا عاوزك تاخد بالك منها، ازاي نعمل اللوب بتاع كده، ولازم تبقى عارف ايه هو الان وايه هو الكي وهو الار، لازم تبقى عارف ان كي ار، خلي بالك ده ار ده الرقم اللي كان مشترك ما بين اعمده الاولى والصفوف الثانيه، بعد كده ان وكي اللي هم بتوع المصفوفه الناتجه من عمليه ضرب العمود، وده يا جماعه لازم نراجعه رياضي كويس عشان نبقى فاهمينه. فلازم تبقى عارف برضو ان سي اوف اي وجي بيساوي سي اوف اي وجي اي اوف اي وام مضروبه في دي اوف ام وجي، الاي والام لو بصينا للاي اللي هي ان والام دي اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت الار، فالاي لو بصيت في اول في السلايد اللي قبل كده هتلاقي الاي اوف ان وار ان وار مضروبه في بي اوف ام اللي هي ار وايه؟ اوكي الحاجات دي يا جماعه ناخد بالنا منها ونربطها مع بعض عشان خاطر برضو لما نيجي نعمل مصفوفه او لوب لعمليه ضرب مصفوفتين لازم عارف السيكونس بتاعه ماشي ازاي، ان اللي هي بالشكل اللي قدامك ده، وزي ما اعمل برضو ريسيت لقيمه السي او اي جي بزيرو، لازم فاهمين الكلام ده كويس عشان خاطر نقدر نعدل عليه.
ده شكل شاشة الخارج، المصفوفة الأولانية، المصفوفة الثانية مظبوط. والخارج. هجرب معاكم النهارده برضو برنامج رقم 17 في الشيت الثاني، اللي هو لو جينا نرجع للبرنامج، هو البرنامج ده يا جماعة بقول لك إن عملية الإنتاج لجسم ثلاثي الأبعاد اللي هو إكس، أبعاده إكس واي وزد، ونتيجة لعملية الإنتاج وسوق والماتيريال، بنلاقي إن قيمة إكس اللي هي ابعاده بتتراوح ما بين قيمتين اللي هي تقريبا 1.9 ل 2.1، ونفس الكلام لقيمة واي، نفس الكلام لقيمة زد. فبقول لي اني عاوز نعرف لو انا الماشين اللي هتنتج لي، هتنتج لي 10,000 منتج بهذا الشكل، ليه ابعاد منتج ثلاثي الابعاد ليه قيم اكس واي وزد، وعاوزين ناخد ال 10,000 منتج دول ونقسمهم على حسب احجامهم، يعني الاحجام الصغيره في رينج معين تتحط مثلا في كونتينر، والاحجام الوسط من رينج معين لرينج معين تتحط في كونتينر تاني، والاحجام اللي هي الكبيره تتحط في كونتينر تاني لمسائل التوزيع. فهو اداني الانترفال هنا ان هو عدد، عاوز اقسم المنتجات ال 10,000 قطعه اللي نتجت من الماشين دي على ثلاث اجزاء، الصغرى والمتوسطه والكبرى. فاول حاجه بدخل قيمه الاكس مينيمم والاكس ماكسيمم اللي هي تقريبا 1.3 و2.1 من عشره، والواي مينيمم اللي هي نفس الكلام القيم الموجوده في الشيت. فطبعا الطبيعي ان اصغر منتج هو هيبقى عنده اصغر قيمه للاكس في اصغر قيمه للواي اللي هي الفي مينيمم في اصغر قيمه للزد، ده اللي هو اصغر منتج. طب واكبر منتج او اكبر حجم للقيم او القيم المنتجه، هي لازم اكبر فيها اكبر قيمه الاكس في اكبر قيمه الواي في اكبر قيمه الزد، فهنا اجيب الفي مينيمم والفي ماكسيمم اللي هو اكبر حجم يمكن انتاجه واصغر حجم يمكن انتاجه. بعد كده عشان بقى ابدا اخد اكاريت الاجسام اللي هي ناتجه من عمليه التصنيع ديت اللي هو 10,000، لازم اكون 10,000 منتج او 10,000 عينه، فيبقى اللوب بتاعها من 1 لحد 10,000. طبعا لازم اجيب الدلتا في، الدلتا في ده اللي هو عاوز اعرف الفرق ما بين في الثلاث مراحل في 3 انترفال، كل يعني المرحله الاولانيه الحجم فيها بيتراوح من كام لكام، المرحله الثانيه بتروح من كام لكام، والمرحله الثالثه من كام لكام. فلازم اجيب الدلتا في هو عباره عن في ماكسيمم ناقص في مينيمم على الانترفال. الاكس بقى بتساوي اكس مينيمم زي الار ان دي، احنا قلنا الار ان دي ده اللي بتخليها لي ارقام عشوائيه تتراوح قيمتها من صفر لواحد، من صفر لواحد. فما اجي اقول اكس يساوي اكس مينيمم اللي هي 1.9 من عشرة زائد ار ان دي اكس ماكسيمم اكس مينيمم. فلو ار ان دي بقت بصفر معناها ان لو ار ان دي طلعت لي قيمه بصفر معناها ان اكس بتساوي الاكس مينيمم. طب الار ان دي لو طلعت لي قيمه بواحد معناها ان الاكس بتساوي ايه؟ بواحد، هيبقى الاكس بتساوي اكس مينيمم زائد واحد اللي هي مكان الار ان دي مضروبه في الاكس ماكسيمم ناقص الاكس مينيمم، يرديني هنا الاكس بتساوي الاكس ماكسيمم. يبقى ضمنت قيمه الاكس بتتراوح ما بين الاكس مينيمم لحد الايه؟ لحد الاكس ماكسيمم، وعلى اساس ان الار ان دي قيمتها ما بين 0 و 1. نفس الكلام لواي، ونفس الزد بكره قيمه الواي وقيمه الزد دي ارقام عشوائيه. طالما عرفت قيمه اكس العشوائيه واي العشوائيه وزد العشوائيه، اقدر اجيب بقى قيمه الحجم اللي هو في او ال او الفوليوم بيساوي اكس في واي في زد. جبت قيمه هنا بقى في هنا هبدا اشوف الحجم ده موجود في انهي كاتيجوري، موجود في انهي انترفال. فانا عندي فاعمل طالما عندي المطارات اكتر من تو باس، يبقى انا استخدم سيلكت كيس. الكريتيريا اللي انا هعمل ماتشنج عليه هو الفوليوم، الحجم ده موجود في انهي مسار؟ موجود ما بين الفي مينيمم للفي مينيمم زائد دلتا في. الفي مينيمم ده اللي هو الحد الادنى، احنا قلنا احنا هنقسم في مينيمم تو لحد في مينيمم زائد دلتا في. المجموعه الثانيه في مينيمم زائد دلتا في لحد في مينيمم زائد 2 دلتا في. المجموعه الثالثه في مينيمم زائد 2 دلتا في لحد في ماكسيمم. انا قسمتهم ثلاث مراحل عشان ارسم. شوف بقى لو كان الحجم ده موجود يبقى هعمل ال ان 1 بيساوي ان 1 زائد 1، ده يا جماعه كاونتر عشان يعرف لي عدد الحاجات من ال 10,000 الموجوده جوه الكاتيجوري 1، وال ان 2 بيساوي ان 2 زائد بلس 1 دي برضو عشان يعرف لي عدد المنتجات الموجوده تحت الكاتيجوري 2، وان 3 بيساوي ان 3 بلس، دي عشان يعرف لي يعمل الكاونتنج لعدد الحجوم الموجوده جوه الكاتيجوري 3. بعد كده طبعا في الفيرست انترفال والسكند انترفال والثيرد انترفال الاحجام كانت بكام؟ طبعا لازم ابقى عارف ان عدد ان 1 وان 2 وان 3 لازم يكون عددهم 10,000، لان انا خدت ال 10,000 ووزعتهم على ثلاث تصنيفات بناء على قيم الحجوم لكل
ده شكل شاشته الخارجي على اساس ان انا استنجربل بس. هنا بقى لو انا عاوز اعدل في البشيد في البرنامج ده، ان انا عندي انون انترفال، يعني انا كمان عدد المراحل او عدد التقسيمات ديت مش هقوله لك في الاول خالص، لا ده انا هسيبه لك مفتوح بحيث ان يبقى انبوت فاريو، يعني بدخل لي قيمه الانترفال المفروض تكون عاوز امتى تقسم ال 10000 جزء دول او ال 10000 عينه على كام انترفال، ودي هيبقى بانبوت. برنامج قدامك اهوت مع التعديلات اللي ظاهره. طبعا لازم هنزود الدي ان كاونت اللي احنا والفي مينيموم برضه نعمل لها كاونت. البرنامج طبعا فيه تعديل لازم نشوفه بتعدل ازاي، لان هنا الوضع بقى مختلف، لان انا خلاص ما عدتش عارف عدد الانترفال اقسم عليه، انا هديهولك انبوت وعلى اساسه هتبدا تكريت الانبوت. التعديل يا ريت نشوفه، وطبعا تعديل بسيط بس مهم ان احنا نفهمه كل حاجه اتحطت فيه ونرجع تاني في مشكله. انا كنت طبعا قلت ان انا عاوز اسمع ال 10 انترفال الشكل اللي قدامك اهوت، وطبعا زي ما قلت ان الانترفال من 1 لحد 10 لازم يكون كلهم مجموعهم 10000، لان انا جبت ال 10000 عينه وقسمتهم على 10 انترفال بناء على قيم الحجوم لكل حجم منشأ. ان شاء الله البرنامج ده يكون سهل وبسيط. ده برنامج طبعا كنا بنعمله في اخر المحاضره ككويز ليكو، يا ريت نبص عليه كده ونشوف الشاشه الخارجه هل هي فعلا كده مظبوطه ولا لا. كده المحاضره خلصت، ان شاء الله هجهز لكم محاضره برده فيها بعد البرامج من الشيت اللي انا اوريدي رفعتهم على اللينك. لو في استفسار اكون شاكر ان شاء الله وسعيد باستفساراتكم. شكرا لكم.